بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أستاذ الفاضل أستاذ رجب، إدارة نابولي، الأخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على ما تقوم الرياضة؟ الرياضة تقوم على أساسين. أول هذين الأساسين المحافظة على البدن سالما من الإصابات والعاهات ودوام الصحة. الأمر الآخر الروح الرياضية، وهي الروح الجماعية في الاستمتاع بالرياضة مع وجود أخلاقيات تحفظ الاحترام والزمالة، وتجعل من هذه الرياضة نقطة اتحاد وتعاون وائتلاف وحب وارتباط في المجتمع. ثانياً الولاء والانتماء والمحافظة على الأرض، سواء كانت هذه الأرض دولة، قرية، مستشفى، مدينة، ملعب، فالولاء والانتماء لهذه الأرض يتطلب منا المحافظة عليها من أيدي العابثين هنا وهنا. الملعب اليوم أصبح ملعب كبير، ملعب تتطلع له العيون، والشاهد أنه يوم اللي يصير فيه غياب أو تسيب للغياب أو تصير فاتحة معينة، تشوف الأفارقة وقد تطلعت عيونهم إلى الملعب ونزلوا إلى ذلك الملعب. قد يسأل سائل: ما هو دوري في هذا الأمر؟ دورك أن تكون حاضراً في المقام الأول، ومشاركاً فاعلاً في الدور الثاني، وأن تكون لك بصمات واضحة في هذا الملعب كي تحافظ عليه، وتبعد الأيدي الخطرة التي تحاول أن تمسح ما تبقى من هوية لهذه القرية. النقطة الأخيرة مجرد تذكير: هناك أمر مهم وهناك ما هو أهم، والصلاة أهم، فإذا قرب وقت الصلاة تعين التوقف عن اللعب. الروح الرياضية لا تعني أن تكون فائزاً، بل أن تكون متعاوناً محبوباً من الجميع. المحافظة على الملعب تعني المحافظة على الهوية في المجتمع بصورة ما. شكراً لكم جميعاً، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالحب والتعاون والائتلاف، وشكر خاص إلى ملعب نابولي على هذه الدعوة والمشاركة، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وآله الطاهرين.